عودة إليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان إلى هذا الجزء الثاني من فقرة النقاش، دائما مباشرة وعبر قناة البلاد ضمن غرفة الأخبار لنهار اليوم. كنا تكلمنا في الجزء الأول عن التنمية المحلية، أهدافها، أبعادها ومقومات نجاح البلديات وحتى المجتمعات الريفية في بعث الاقتصاد الوطني. سنتكلم في الجزء الثاني على صدور المرسوم التنفيذي الخاص بتشكيل المجلس الاستشاري لترقية الصادرات بالجريدة الرسمية، هذا المجلس الذي يترأسه الوزير الأول. سنتكلم على أهدافه، مهامه، سنتكلم على انعكاسه في الاقتصاد وعلى الاقتصاد الوطني، كما سنتكلم على استراتيجية التوفيق بين التصدير وكذا الاستيراد، مثل ما سنعرج في ختام هذا النقاش على الاجتماع المنتظر عقده الأسبوع المقبل لمنظمة البريكس وحضور الجزائر وأعمال وأفعال وحركية الجزائر من أجل الظفر بمقعد في هذه المنظمة. هذه النقاط وأخرى دائما نناقشها مع ضيفي هنا في البلاتو، الدكتور والمحلل والخبير الاقتصادي هواري تغرسي. مرحبا بك مجددا. شكرا، بارك الله فيك. سواري، نتكلم دائما على التوفيق بين الاستيراد وبين التصدير، التوفيق بين ميزانية الدولة وفي الصادرات والواردات. قبل أو البارحة صدر المرسوم التنفيذي الخاص في الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الخاص بتشكيل وعمل المجلس الاستشاري الخاص بترقية الصادرات الذي يترأسه الوزير الأول. خلينا بداية أول شيء أو أول سؤال، لماذا يترأسه الوزير الأول؟ على أكيد طبعا لما تشوف السلطات العمومية في كل مرة احنا نطالب بمشاريع ويترسم يا إما رئيس الجمهورية يا إما طبعا تابع رئيس الجمهورية يا إما الوزير الأول. الهدف أنه تعطي لها أكثر قيمة لما تكون هذه المشاريع وهذه الأيادي. مثلا قانون الإسمار، لما جاء قانون الإسمار في البداية أنا أول شخص خرج الإعلان وقلت أنه لا يمكن قانون الإسمار يسير من طرف وزير الصناعة. قانون الإسمار يجب أن يسير أو الاستثمار يسير طبعا من طرف الرئاسة او على الاقل الوزير الاول باش يعطي صبغه شموليه بالنسبه لكم. هما سمعوا لك وخلوا الوزير الاول. الحمد لله هما سمعوا لك الطلب تاعك وسمعوا لك صوتك. لا كانت استشاره عامه، ولكن من الاول كنت انطلقت وكنت ضد الفكره وتحملت المسؤوليه وقلت انه الاستثمار يجب ان يرقى الى مستوى الوزير الاول ولا رئيس الجمهوريه. الحمد لله انه تجلى الوزير الاول ونشوف اليوم انه الشموليه موجوده بالنسبه لكل القطاعات الوزاريه، عكس كانت قطاع عند قطاع، وهذا في بعض الحالات يدخل تداخل في الصلاحيات بين قطاع وقطاع. لما نحكوا على الوزير الأول هو اللي يتحكم في كل قطاعات الوزارية ونجحت العملية. بنفس الفكرة أنه لما تحكي على مجلس استشاري بالنسبة للوزير أنت هو اللي يسمع عوضا من القطاعات الوزارية تسمع، وفي بعض الحالات تسمع وتحط في التروار. ما هي المهام المنتظرة من هذا المجلس هذا؟ وش راه ينتظر من هذا المجلس؟ الهدف الأساسي هو ترقية الصادرات، نعم، ولكن لا يمكن أن نحكي على ترقية الصادرات دون ترقية الاستثمار، لأنه ما عندناش مواد منتجة. هذا هو اللي راني جاي لك. خلينا نقول سهواري نصارح أنفسنا أكثر، هل عندنا اليوم أشياء يجب أن تصدر؟ هل عندنا اليوم أشياء اللي نقدر نصدروها وإحنا فرحانين بها؟ هل عندنا أشياء التي يمكن أن تكون أو تمثل اقتصاد موازي للمحروقات والريع البترولي؟ خلينا نعطيك مثال بسيط. قبل أيام أو في الأسابيع القليلة الماضية شفنا ارتفاع رهيب لأسعار بعض الأجهزة الكهرومنزلية على غرار مكيفات التبريد. لما في إحدى الحصص كنت نتناقش مع ممثل عن التجارة أو ممثل عن التجار، يقول لي باللي السلعة غير موجودة لأنه صدرناها، لهذا ارتفعت الأسعار. إذن متى يمكن التوفيق بين التصدير والاستيراد من أجل تفعيل هذا المجلس أولا، ومن أجل الحفاظ على اقتصاد البلد؟ نظن السيد رئيس الجمهورية عنده أكثر من سنة خذ قرار بالنسبة للمواد الأساسية، لما كان الخلل موجود في السوق الوطنية قال لا يمكن أن تصدر هذه المنتجات إلا إذا بحاجة إليها. نعم، معناته المبدأ مواد. بالتالي أنه نظن هذه فكرة مغلطة. الواقع أنه كيف يمكن، شفنا ممارسات تجارية وشفنا كثير من التجار تحايلوا في الجانب هذا، شفنا أنه ما بين المنشأ بالنسبة للمصنع والعمل النهائي والعملية
التسويق النهائي. تقريبا الفرق كبير وبالتالي انه يجب ضبط السوق الوطني. اشكاليه نقول دائما الامور واحده اخرى هو كيف يمكن طبعا ضبط السوق الوطنيه ومن خلال عمليه التحكم في الانتاج، ونعرف انه حتى نوعيه الانتاج ومسار الانتاج وين راح هذا الانتاج. نظن هذه غايبه الفكره هذه، فقط انه لا يمكن انه نحكوا على عمليه التصدير الا اذا انتجنا. انه هناك بعض المنتجات الحمد لله اسمنت كنا في مرحلة سابقة نستورد ولينا صدره. في الحديد شفنا انه مؤسسات، لما نحكوا على مؤسسات طبعا الموجودة في الجزيرة، بدأت العملية التصدير وشفنا انه وصلت الى اكثر من مليار دولار لمؤسسة تركية، وحتى بالنسبة للقطرية مع الجزيرة ارتقت هذه السنة الى 200 مليون دولار في الثلاثي الاول، عكس السنة الماضية كلها كان تقريبا 200 مليون دولار، ولهذا الثلاثي الاول دارت هذا الرقم. معناتها كاين هناك طبعا، وكاين هناك حتى عمل كبير موجود عندنا المنتجين تاعنا حتى في 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 قطاع الفلاحة كذلك. نعم، ولكن 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 بكل صراحة اذا انا لما نشوفوا انه هذا المستوى تاع 3 و7 انا نقول انه امكانياتنا الوطنية أكبر من كثير من هذا. نعم، أنت تتكلم على الإمكانيات، نتكلم عن الاستثمار، نتكلم عن الصادرات، نتكلم أكبر من ذلك على اقتصاد موازي، الاقتصاد البترولي والاقتصاد الريعي. ما هي مقومات نجاحنا إحنا في هذا الاقتصاد الموازي؟ هل حقيقة راح يمكن أنه يجي يوم من الأيام ونقوله هنا في بلاطو أو في إحدى البلاطوات نقوله يا سيهواري اليوم رانا تخلصنا من الريع البترولي وأصبح عندنا اقتصاد موازي آخر نعتمد عليه؟ هنا نعود نربطها بالجانب الاستثماري، لأنه الحمد لله أكبر منشأة في تقريبا في العالم بين اللي هو غرج بلاد، معناتها كنز كبير بهذه الطريقة. شفنا أنه شركات وشفنا المؤسسات وحتى المؤسسات الوطنية منخرطة في العملية لتحويل هذا المنتج. شفنا أنه الانطلاقة بالنسبة لبشار لانطلاق الصناعة التحويلية في المرحلة القادمة، لأنه فقط نعطيك حاجة، الفرق بوش راه عندنا وش راه نصدر. المنتج الخام مثلا بالنسبه لي الحديد القيمه تاعو تقريبا 100 اكثر من 114 دولار بالنسبه لي الماده الخام. القيمه تاعو النهائيه 630، نصف نهائيه. معناتها هذه قضيه لما نقيم صناعه تحويليه فقط الجزء الاول نصف مصنع، معناتها الحديد مسلح عمليه بسيطه تحويليه راح تعطيك 630. شوف فرق من 114 تقريبا 6 مرات. بنفس المنطق انه الامكانيات هذه كيف يمكن طبعا خلق صناعات تحويليه، لانه السيد رئيس الجمهوريه قال مؤخرا لا يعقل ولا يمكن ان تشارك الصناعه بصفه عامه 5% بالنسبه للناتج الوطني، ينبغي ان ترتقي الى مستوى 10 او 15 في المراحل القادمه. اذا هذا مهم جدا، كيف يمكن نسوق للإمكانيات الوطنية ونسوق لهذه الثروات الوطنية. على بالنا باللي عندنا طبعا عندنا أعداء بزاف في الجزائر حتى بالنسبة لعملية الاستثمار، يعني أي استثمار ممكن راح يجي للجزائر راح كثير من دول ومعروفين في الجانب هذا. إذا كيف يمكن أنه نوفر مناخ في المستوى، مشكل فين احنا مش فيهم، المشكل كيف نوفر مناخ استثمار في المستوى. تقريبا 80% من هذه القوانين اللي مرت بقى جزء فقط بسيط، كنا ذكرنا على إشكالية الجماعات المحلية ودورها خاصة في التنمية المحلية ولكن في التنمية الوطنية، لأن التنمية المحلية إذا لم ترتقي أو إذا لم نوفر للمستثمر مناخ مهم جدا على مستوى البلدية، حتى المستثمر هذا ما يقعدش. حتى المستثمر نظن أنه هناك حركية بالنسبة للقوانين الهدف منها طبعا خلق الثروة من خلال هذه المشاريع الاستثمارية، لأنه كان طلب فقط. نعطيك مثال فقط، في منطقة مثلا مغير هي منطقة تقريبا مزولة، ولكن تقريبا 700 استثمار، 700 طلب الاستثمار محلي. خليني نقول لك أنه 10 فقط اللي ما يحتاجوش عقار، ولكن 690 كلهم يستنوا في العقار، عقار سياحي حابين يبنوا فنادق، عقار فيما يخص صناعة الطماطم، عقار في عدة مشاريع مهمة جدا اللي تخلق لنا دفع كبير بالنسبة للمنطقة. بنفس الفكرة موجودة، ولكن قضية الاستثمار مازال بطيء نوعا ما، لأنه لكن هذا الاستثمار البطيء وهذه الأعداد وهذه الأرقام 700 استثمار في منطقة معزولة ومنطقة صغيرة،
هذا ايضا راح يدير لنا، لا تعتقد بانه هذا ايضا راح يدير لنا اشكال من جانب اخر، اللي هو كيف يمكن حمايه هذا المنتوج الوطني لما يكون عندنا عدد كبير، ولما يكون عندنا نفس المنتوج عند اعداد كبيره وفي ولايات كبيره وفي مناطق كبيره، اكيد راح يولي عندنا كساد، يولي عندنا كثره. جيتني لاستراتيجيه الاستثمار في المراحل القادمه. نعم. لانه الخطا اللي موجود بكل صراحه انه خلقنا، طبعا خلقنا مؤسسة مهمة جدا تابعة للوزير الأول والمرتبطة بعملية استثمار، ودرنا الشباك المركزي والشباك الوحيد. الشباك اللي موجود على مستوى المحلي ومش مهمته، مهمته منح الامتيازات، مهمته منح العقار، ولكن بكل صراحة احنا كأننا عزلنا الوالي بكل صراحة. ولكن ما عندوش صلاحيات ولا وي. نعم ولكن نعم. ولكن الولات اليوم خلينا نقولوا بان متغولون لا 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 لانه لما مستثمر يحط الملف تاعو شهرين وثلاث اشهر وعام وسنتين وما يديش لوتوريزاسيون. سمح لي سفيان، انت تفضل. انا ما نقصدش الوالي، نقصد الاستراتيجيه اللي ممكن تكون على المستوى المحلي ما بين البلديات، رؤساء البلديات والاداره والولات، بناء الاستراتيجيه فقط. الفكر الاستراتيجيه على المستوى المحلي يبنيها طبعا هذو المسؤولين، وتعطى كما قال سيد الوزير الأول، قال أنه في اجتماع طبعا حكومة من الولايات، قال ما على الولايات إلا التسويق للإمكانيات والثروات المحلية والمؤسسات المحلية وحتى الفكر المحلي. وهل راهم يقوموا بهذا؟ هل راهم يقوموا بهذا؟ الصلاحيات غير موجودة. هل راهم يقوموا بهذا؟ الصلاحيات غير موجودة. الولي ما عنده صلاحيات؟ نعم، ما عنده صلاحيات في الاستثمار. الآن لازم الجديد. نعم، لأنه لازم نفعل دور الوالي في طبعا ايجاد هذا التصور على المستوى المحلي، وايجاد طبعا هذه الاستراتيجيه، لانه باش ما نطيحوش في الاشكال اللي قلت عليه، كي نبني طبعا تصور ونعطيه طبعا للشباك الوحيد. عمل طبعا يكون من طبعا الشباك المركزي عن طريق المدير العام لتوجيه الاستثمارات، قال لنا في منطقة سعيدة نعطيكم في كذا كذا كذا، ما نقدرش نعطيكم في نفس المنطقة، نمد في المنطقة هذه نمد كذا. نبني الاستراتيجية، ما عندنا من استراتيجية جزئية على مستوى المحلي حتى على مستوى البلدية، نقلها بعدها على مستوى الولاية، ثم طبعا تنقل على مستوى. هل عندنا مقومات نجاح في ذلك؟ هل نملك اليوم عوامل لنكون ناجحين في ذلك؟ والله شوف، في بعض ديماغوجية في بعض الحالات انه الفوقية مهمة جدا، انه لازم السلطات العمومية، لازم مثلا وزير الداخلية يتابع الولايات من خلال إيجاد استراتيجية تنموية لعملية إسمار، لاستقطاب الإسمار. اللي خلينا نقول لك، مرة سأل سؤال، قلت إذا كان عندنا عقار واحد وعندنا 100 طلبة ليه، شكون يدير عقار باش يكون أكثر شفافية فيما يخص الاستثمار في المرحلة القادمة؟ لكن نحدد استراتيجية نقدر نعطيه المستثمر، لأنه في منطقة راح نبني مصنع لتحويل الطماطم، يجيني طبعا حاجة الأولى نقول لهم مصنع لتحويل الطماطم 80% يروح. المرحلة الثانية قال نحتاج نوعية المؤسسة أو نوعية المنشأة تكون بهذه النوعية 10% يروح. بعدها نحتاج إلى تمويل، اللي عندها أكثر تمويل، نعم 5 يروح، واللي نحتاج اللي توفر مناصب عمل وبالتالي انه الاستراتيجيه هذه او من خلال هذه المعايير للحصول على العقار غايبه لحد اللحظه. وعلاش قلت لك انا مهم جدا نحكوا على الولات ودورهم في تحديد الاستراتيجيه التنمويه على مستوى المحليه، باش نروح مباشره الى دعم قانون الاستثمار، لانه الشباك الوحيد على مستوى المحلي فيه طبعا اطارات، ولا يمكن انه تخول لهم كل هذه الصلاحيات. مهمتهم توزيع الاستثمار، توزيع طبعا الامتيازات، توزيع العقار. نعم. كسؤال اخير في هذا المحور، محور الاستثمار والاستيراد والتصدير، ما هو دور الولايات؟ ما هي الاستراتيجية التي يجب أن نعمل بها في المستقبل أو في الاستراتيجية في المرحلة القادمة، خاصة في ظل التحول الاقتصادي الدولي والاستقطاب الدولي الذي يشهده العالم وظهور القطبية، النظام القطبية الجديدة أو متعدد الأقطاب؟ ما هي الاستراتيجية المرحلية القادمة من أجل تفعيل أولا قانون الاستثمار، من أجل تعزيز مقومات البلد، ومن أجل ترقية التصدير المنتوج المحلي؟ قبل ما نحكي على التصدير هذه الولايات، نحكي على التنمية المحلية. كيف يمكن طبعا من خلال هذه الخارجات الميدانية المهمة جدا، من خلال طبعا حل مشاكل المواطنين من خلال الخارجات المدنية والاستماع
للانشغالات على مستوى كل البلدية، لأنه كل بلدية موجودة. حاجة ثانية أنه كيف يمكن تذليل العقبات، لأنه الوالي مهمته مرافقة الإسمار، خاصة الإسمارات الكبرى، تذليل العقبات وتبسيط العقبات من خلال الاستماع إلى انشغالات عن طريق منصة رقمية. مش يقعد الوالي بالبرية تاع بكري منصة رقمية، هذا مصنع واش الإشكال فيه؟ ضرورة الرقمنة. ضرورة الرقمنة من هنا، من هنا ليش علاش الوالي يروح المنطقة؟ لما تكون عندك عملية رقمنة يوصل لك الخبر في المنطقة المعينة، هذيك الكرنفال تاع هاو لازم يروح الوالي باه يتصور ويحط صور فيديوهات الصور ولا مش يتناقش مع مقاول، هاو لازم اكيد. ولكن كيف يبان هذا الوالي بانه يختم 80 او 90% باك من المشاكل تحل عن طريق منظومه رقميه، ولكن هذه الصور الفولكلوريه مازالت موجوده موجوده، ولكن الواقع باين، الواقع باين، لانه الواقع مش مرتبط بالصور وبالبهرجه، مرتبط بتنميه حقيقيه، لانه هناك بعض الولايات اللي عندها تنمية حقيقية وتبان طبعا مظاهر تنمية رغم انه احنا شفنا الإرادة المركزية، الإرادة السياسية المركزية في أعلى هذا السلطة، رئيس الجمهورية قال لك ولدي حتى لقاءات الحكومة ما نحتاجها، مش نحتاجك في الميدان، فما بالك بهذه اللقاءات الفولكلورية، كل يوم الوالي يخرج واحد يحط فيديو تاعو، واحد يتعافر مع مقاول، واحد انت المقاول خليته عامين وثلاث سنين وانت مهمل وما ترايلوش، ومن بعد ترجع ليه في آخر الأيام تجي زعما تزيره. فهذا الصور في الكلورية لم يعد يحتاجها المواطن الجزائري اليوم. أن المواطن يحتاج إلى تنمية حقيقية من خلال حاجة الأولى أنه تبسيط، قلنا أنه هناك طلب كبير، أنا عايشين في الواقع، هناك طلب كبير على الاستثمار الوطني، كيف يمكن نحدد الاستراتيجيات التنموية من خلال نعم خاصة من خلال ربما نزيد من ثمان من خلال من خلال وضع خريطة محلية وطبعا ولائية ووطنية بالنسبة، خريطة غير موجودة. نعم ما يعزز. نعطيك مثال في المراحل السابقة تلقى في بلدية نائية ولا 20 مصنع للأجر. أنا ما نميتش الأجر المصنع هذا في المنطقة، لأنه عندكم أنتم المصنع في المنطقة. كاين مصنع نفسه. كاين مصنع، وبالتالي أنه ينبغي طبعا وضع الصورة والمشاريع وعرض المشاريع. قال مثلا رئيس البلدية أنت عندك 40 قطعة أرضية باش تسر بها. نعم. ما تسربيش الارض، انت تسربي المشاريع. بالضبط. ماذا تحتاج البلديه من خلال المشاريع نتاعك؟ المشاريع تحط المشاريع، ما هي نوعيه المشاريع التي تحتاجها البلديه واللي تخلق لك ثروه واللي تخلق مناصب عمل واللي تخلق لك طبعا كثير من الحركيه على المستوى المحلي. قال ها ربع المشروع، المشروع الاول عليه طلب، اللي بعده ما ينتظر حتى يجي المشروع هذاك، ولكن الاول بالك عليه 10. كيف يمكن اختيار توازن معايير لاختيار طبعا، وبالتالي انه الاستراتيجية تكون على المستوى المحلي، على المستوى البلدية، على مستوى الولاية، على مستوى المناطق الصناعية. لم نحدد اليوم من هذا المناطق الصناعية التي تكون أو المناطق الصناعية المتخصصة. من لم نحدد المناطق الصناعية للقطاع الخاص؟ السيد رئيس الجمهورية قال أنه يجب أن يتحكم كذلك القطاع الخاص بهذه، لأنه هناك بعض المستثمرين عندهم إمكانيات كبيرة. ونبني استراتيجية تنموية من خلال تجربة، من خلال التجربة اللي شفناها واللي عايشينها كثير من البلدان الآسيوية، نشوف في سنغافورة، في كثير من دول. إذا الهدف أنه كيف يمكن نقل هذه التكنولوجيا. التكنولوجيا في ليس طبعا هي منظومة عملية، ولكن هي منظومة في عملية التسيير. كيف يمكن نقل طريقة التسيير بالنسبة لكثير من التجارب الدولية. خلينا ربما في ختام هذا العدد الأسبوع المقبل. نعم شفت المرة الوقت يمشي معك بسرعة. الأسبوع المقبل سينعقد قمة البريكس المنتظرة من 22-23 من شهر أوت. الجزائر جهود ومساعي حثيثة خلال الفترة الأخيرة من أجل الانضمام لهذه المنظمة. أولا لماذا هذه الجهود في الانضمام، وما الذي ستضيفه هذه المنظمة للجزائر، أو ما الذي ستضيفه الجزائر لهذا الهيكل أو هذا الكيان في دقيقتين سهواري؟ نعم لأنه سنفصل نعم في الملف نعم في الأيام القليلة القادمة. أكيد الجزائر طبعا موثوقية، وهذه النقطة الأساسية، موثوقية بالنسبة لكل دول العالم، وآخرتها طبعا قضية النيجر. نظن أنه نقطة مهمة بالنسبة لي تحسب بالنسبة للجزائر. الجزائر طبعا ممول مهم جدا بالنسبه لاوروبا، موثوق به، هذا مهم جدا. الجزائر طبعا والدليل ذلك ان انتخاب الجزائر في مجلس الامن في هذه المرحله 184 صوت مهم جدا، 184 دوله مهمه جدا.
الامكانيات، لانه هذا الجيب في الجانب السياسي وشفنا الحركيه اللي كانت سياسيا بالنسبه للدبلوماسيه الجزائريه، ولكن واقع اقتصادي مختلف. عندنا امكانيات للولوج لتقديم الدعم بالنسبه للبريكس، لانه البريكس هي منظومه تعتمد على عداله وعلى اخلاق سياسيه واقتصاديه. اذا طبعا يريد العداله والاخلاق السياسيه الاقتصاديه، الباب مفتوح اللي هو باب الجزائر طبعا نحو افريقيا. نظن انه الممارسات السابقه اللي موجوده بالنسبه للجزائر افريقيا واضحه، العداله اللي تتمتع بها على قيد من اجل الانظمه. اكيد 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 كاين. طبعا قلت لك انه لما يسمعوا باستثمار في الجزائر يحبوا انه هذا الاستثمار ما يكونش في الجزائر، ولكن بنفس المنطقه نظن انه علاقتنا طيبه مع روسيا، مع الصين، مع جنوب افريقيا مهم جدا، ونظن مع البرازيل طبعا، وحتى انه شفنا هناك نويه شراكه كذلك مع البرازيل ينبغي تطويرها في المرحله القادمه. طبعا الهند نظن انه امكانياتنا كبيره جدا في طبعا في الانضمام، في الخراط، في الولوج، وطبعا افتتاح افريقيا موجود للجزائر. معناتها اذا هذه البريكس حابه طبعا الولوج افريقيا، المفتاح طبعا موجود في الجزائر. في الجزائر سنفصل في الايام القليله القادمه الى غايه انعقاد هذه القمه، وسنفصل في جهود الجزائر، مقومات الجزائر، مميزات الجزائر، وننتظر هل سنكون مراقبا او عضوا او غير ذلك. شكرا لك سي هواري تغرسي على حضورك معنا وعلى الاستضافه وعلى الحيويه والحركيه التي نشهدها ونعيشها معك دائما في النقاشات الاقتصاديه. الله يبارك فيك وفي عمرك. اما الشكر الكبير فلكم انتم اوفياء قناه البلاد في كل مكان. هنا انتهى موعدي معكم، الى موعد اخر. اترك في رعايه الله وحفظه. سلام.